طب كابتن احمد معانا لعيب كبير وفنان كبير، وكان يعني كان عنده تجربه احترافيه في المانيا وانا عشتها وعشتها معاه. هو هيكون احمد صلاح حسني؟ اوعى. لا هو احمد. احمد ازيك؟ مساء الفل يا رمزي يا حبيبي. حبيبي احمد، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انا مبدئيا قالوا لي مداخله مع هاني رمزي، انت عارف انا هاني رمزي وما اقدرش اقول لا في اي حاجه. اوعى اوعى حبيبي احمد. احنا على حاجه رمزي، ويعني الناس كلها عارفه علاقتي بيك من زمان، من اول ما بدانا كوره، من اول ما انا بدات كوره يعني، وجيت المانيا وانت قد ايه كنت عنصر من العناصر اللي ساعدتني جدا جدا يعني حته الغربه دي، لان انت عارف ان احنا في الاول كنا حته احتراف الناشئين دي ما كانتش لسه موجوده، يمكن كنت انا اول واحد سافر من الناشئين. ورمزي بصراحه يعني من الناس اللي فعلا ساعدوني جدا، فانت اخويا الكبير وعلاقتي بيك كلها حب واحترام يعني. حبيبي احمد، وانا بحبك جدا على المستوى الشخصي، وانت كنت لعيب كبير يعني وفنان كبير، وكمان معانا الكابتن احمد ناجي بيمسي عليك. وانا جيت لك في الكلام وانت معاك حبيبي، والفنان اللي بجد بقى ده فنان قوي والله. ده انت اللي حبيبي، مش انت اللي حبيبي، انت ابوك اللي حبيبي. لا انت حبيبي، وعارف ان ابويا حبيبك طبعا. وكابتن احمد ناجي طبعا يعني في حته الكوره، ولو شفنا مثلا حراس مرمى عندنا بقوا فازين زي الحضري، فلازم نبقى عارفين كلنا ان احمد ناجي هو السبب بعد ربنا، وكلنا عارفين ده. كابتن احمد انت مدرب عظيم حبيبي يا احمد، غير كده بقى بني ادم احلى بكتير، وانا اعشرتك على المستوى الشخصي بقى في المنتخب وفي ابني 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 ابننا ابننا. كنت بقعد انا وانت في الاوتوبيس ندندن كده. ايوه طبعا. انت عارف انه ملحن كبير كمان. هو يلحن وحضرتك تكتب. طبعا طبعا. ازيك يا سيام؟ عامل ايه؟ ازيك يا احمد؟ ازيك يا حبيبي؟ طبعا الف مبروك عليكي. تسلم لي. تسلم لي. وانتي ورمزي يعني من الناس اللي بحبهم جدا، ان انتوا تعملوا برنامج مع بعض ده، فدي حاجه مفرحه. بس عشان هاله. لا 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 احمد انا عارفاه وعارفاه. لا لا وقعدنا واتكلمنا قبل كده، وهو فنان فعلا، فنان ولاعيب كبير يا احمد. وانا يعني مستغربه برضو انت بتشترك مع كابتن احمد ناجي في نقطه، ان انت كمان مش بس لعيب كوره، انت برضو فنان وفنان كبير طبعا. ليه ما لحنتش وكابتن احمد كتب يعني؟ ليه ما عملتوش حاجه كده؟ اديه ده ناجي. لا ثانية على بس، كابتن احمد ناجي ده صوته جميل، صوته حلو قوي، ده عامل شريط، ده عامل كاسيت. خلينا نبعد عن الحته دي بقى شويه. هو دلوقتي هيتكسف وبتاع ويقول لك نبعد عن الحته دي. احمد بيبان الصوت الحلو من التون. من التون. وانا انا عارف ده، بقول لكم احمد ناجي صوته جميل حبيبي يا احمد والله. هو فنان في كل حاجه بيعملها دلوقتي. طمني بس على الكابتن صلاح، صحته عامل ايه؟ والله الحمد لله في نعمه. كابتن صلاح كويس. طب الحمد لله. الحمد لله. عارفين كابتن صلاح مربينا كلنا يعني. طبعا طبعا مربينا انا اول واحد، ويعني دايما بقول لك طبعا كابتن كان بيدي بالبكاس على طول بالبوكس، تخش لو في اي حاجه الاقي البوكس عادي يعني. فحبيبي وزي والدي، ربنا يخليه لك ويكون في احسن حال واحسن صحه. احمد انت طبعا كان ليك مشوار، ومشوار اعتقد مشوار ناجح جدا في شتوتجارت في المانيا، ومشوار احترافي يعني جيد جدا. عايز اخدك لكاس العالم للانديه ومشاركه النادي الاهلي في كاس عالم انديه، رؤيتك ليه على مستوى الفني، وخاصه يعني في المباراه قبل النهائيه امام البايرن ميونخ. والله يا رمزي يعني بحكم ان الواحد لعب في الدوري الالماني، وده انت هتلاقي نظرتك او تحليلك لاي فرقه بتلعب بايرن او اي فرقه الماني عامه. الدوري الالماني ليه سيستم وليه طريقه لعب كده مختلفه عن معظم الدوريات الثانيه، بدليل ان على طول بتلاقي بايرن ميونخ موجود في فاينل او سيمي فاينل تشامبيونز ليج بقاله 20 سنه يعني، بقاله ربع قرن. يا فاينل يا سيمي فاينل، بتاع يخسر فاينل يخسر سيمي فاينل، بس موجود. ده لان الالمان عندهم سيستم وعندهم طريقه لعب هي اسرع من اي دوري تاني. عشان كده لما الاسبان لما بيلعبوا الالمان بيتعبوا، الطلاينه لما بيلعبوا الالمان بيتعبوا، لان هم عندهم البيس بتاع المباراه مختلف تماما عن اي دوري تاني. ريتم المباراه احنا لعبنا في البوندس ليجا وعارفين انه ما فيش وقت تتنفس يعني. الماتش عباره عن كونتر اتاك كونتر اتاك طول الوقت. الفرقتين بيلعبوا على المساحات الفاضيه والغلطه بجون. الدوري الالماني عامل كده. بايرن ميونخ بقاله 20 سنه تقريبا بيتغير مدربين وبيتغير لعيبه، بس السيستم واحد. صحيح. فان النادي الاهلي
بالتغييرات اللي هو فيها، بتغيير الجيل، بتغيير السيستم، بتغيير المدرب، بتغيير طريقه اللعب، بالحاجات دي كلها، انه يعمل مباراه زي دي. يعني مش عايز اقول ان احنا عملنا مباراه حلوه، لان انا ما انا ما بجاملش في الكوره، احنا ما عملناش مباراه حلوه. صحيح. خلاص؟ بس احنا عملنا على قد امكانيات بتاعتنا، قدرنا نقف قدام بايرن. وللامانه عشان ابقى حقاني برضو، ان بايرن ميونخ كان جاي من سفريه طويله، وعرفنا ان هو قعدوا في المطار مده طويله وبتاع، هو واضح ان لعيبه بايرن كمان ما كانتش في الحاله اللي هم الحمد لله يا احمد ما كانوش في الحاله يعني. اه طبعا هو طبعا في الحاله البدنيه، بس كان عندهم اصرار كمان يا احمد زمان، انت عارف دي طبيعه الالمان عامه انه ما بيهزروش يعني، هم مش جايين مباراه هنلعب النادي الاهلي، فلا فيليك كان بيتكلم بشكل جدي جدا، اللعيبه في الملعب بتلعب بشكل جدي جدا، فيعني الالمان طول الوقت هيبقوا جد مش هيهزروا. بالظبط، ما بيهزروش يعني، كده كده ده مش اوبشن يعني. صحيح. بس يعني اوفرول احنا انا شايف انه لا يعني، لو هنتكلم على مباراه بايرن تحديدا، الفروقات الفنيه والمنتاليتي بتاعت اللعيب باين قوي الفرق يا رامز. صحيح. يعني صحيح. احمد البطوله البطوله دي لا البطوله دي عايزه اسالك عن النجوم. هل المونديال السنه دي اعلن عن نجوم في الاهلي من وجهه نظرك انت؟ طبعا تابعت الثلاث مباريات. بصي اقول لك حاجه، اللي عاجبني في فرقه النادي الاهلي حقيقيا انه لاول مره ما يبقاش فيه نجم واحد في الفرقه، في تيم ورك يعني، تيم ورك بالظبط. يعني الفرقه دي الفرقه الوحيده يعني، يمكن احنا حققنا الثلاثيه قبل كده، رحنا كاس القارات مع الفرقه، اعتقد كان في 2006 كابتن. بالظبط. 2006 وخدنا برونز برضه، كانت معاهم كابتن احمد، وخدنا برونز وكل حاجه، بس في كان في نجوم في الفرقه طبعا، يعني كان في نجم، الناس كلها مستنيه ان هو اللي هيحل وهو اللي هيجيب جون، كان في نجوم. الفرقه دي ميزتها ان هي فرقه بالعرض، يعني فرقه موزونه جدا، موزونه، ودي خطورتهم، وهي دي هي هو ده السترينث بتاعهم زي ما بيقولوا، هم فرقه بيعرفوا يلعبوا مع بعض، بيعرفوا يطلعوا احسن نتيجه من اي مباراه. تمام. اتكلمت مع حد فيهم؟ انا اسف، اتكلمت مع حد فيهم؟ اتواصلت مع حد فيهم؟ انا عارفه ان انت تعرف ناس كتيره في الفريق. والله انا بحكم شغلي مش بتواصل قوي باللعيبه، يمكن انا لا الجيل ده اصله مش قريبين ليا يعني، انا اخر جيل قريب ليا كان حسام غالي. والله يعني هو ده اللي كنت بتواصل معاه، بس انا يعني في تواصل بيني وبين سليه، في تواصل بيني وبين كام لعيب كده، بس الحقيقه ما اتكلمناش خالص، لان انا بصي البطولات اللي بتبقى عامله كده دي بحب اللعيبه تبقى مركزه، لان انا كنت في يوم من الايام لعيب كوره وعارف انه في مكالمات كده بتبقى يعني مش وقتها. صحيح. يمكن يرجعوا ومبروك، هم عملوا طبعا انجاز حلو قوي. كنت بتكلم يا احمد مع طبعا انت يعني، اولا اعرف الرياكشن بتاعك وردود افعالك وانت بتتفرج على ضربات الجزاء، وكنت تتوقع ايه من ضربات الجزاء، وحاجه منها لمستوى احمد الشناوي، محمد الشناوي اسف، وكابتن احمد يعني قال وجهته الفنيه او وجهه نظره الفنيه، اسمع منك انت كمان كلاعب كوره كبير شعورك ايه وفي ضربات الجزاء، وتقييمك لمحمد الشناوي عامه وخاصه في بطوله كاس العالم للانديه. والله يا رمزي احنا قبل ما نلعب ضربات الجزاء على طول انا كنت مستريح نوعا ما، لان في المباراه احنا كسرنا حاجز جوه المباراه، حاجز اللعيب البرازيلي اللي شايف نفسه. صحيح. عارف انه حريف وعارف انه لعيب جامد، فاحنا كسرناه جوه الماتش خلاص. لما دخلنا في ركلات الترجيح اوكي، انا عندي ثقه كبيره جدا في الشناوي. الشناوي من حراس المرمى القليلين قوي ها اللي ما بيتوقعش زاويه. مظبوط. يعني ساعات يعني ساعات بيحصل لو ناجي يصلح لي يعني في اوقات بيتوقع، وفي اوقات بتبقى عينه على الكوره، بتبقى عينه على الكوره قوي، عينه على المهاجم اللي داخل يشوط. فيمكن انا كنت مطمن نوعا ما، لان عارف ان الشناوي عنده الملكه دي وبيعرف ينقص اللعيب اللي داخل يشوط البنالتي، لانه هي دي تفصيله بتاعت لعيبه كوره قوي، ان حارس المرمى بيجبرك في اوقات، بيجبرك على زاويه معينه، بيجبرك على ان انت تلعب الكوره في الحته دي، وخاصه انه بيستنى على الخط كتير قوي يا احمد، يعني عنده انت اكيد شوت ضربات جزاء كتير وعارف اصعب الاجوان اللي بتقابلها وانت بتشوط ضربات الجزاء انه يفضل واقف مستنيك. طبعا طبعا
الحارس المرمى الثابت اللي بيستناك لحد اخر لحظه. بالظبط. هو ده اصعب حارس مرمى لانه ده عينه على الكوره خلاص، ده مش هيتوقع الزاويه، ده عينه على اللعيب وعلى رجل اللعيب وهيحط الكوره فين والبادي بوزيشن بتاعه عامل ازاي، فده بيبقى اصعب بينالتي. عشان كده كانوا يعلمونا زمان انه حدد الزاويه، لما تلاقي حارس المرمى بيتاخر انت حدد الزاويه وما تغيرش والعبها جامد. صح جامد. صحيح. علشان يبقى الريفلكس بتاع الجون حتى لو رايح معاها يبقى عقبال ما يرجع هي اسرع منه. طبعا احنا عايزينك تشرفنا في مره، ولا شغلك كمذيع هيبعدك يعني عن ان انت تبقى ضيف معانا؟ انا مش مذيع لا مذيع يعني نعم لا مذيع طبعا احمد لا طبعا يعني احمد وفنان شامل يعني يا احمد. احمد كنت موعدني وان شاء الله باذن الله. انا عارف طبعا مشغولياتك واحنا مقدرين ده كويس، نفسنا انت والكابتن كمان صلاح. كابتن صلاح دي يعني حلقه هايله يعني ياريت. كابتن صلاح قيمه كبيره جدا جدا، ويعني ابن من ابناء النادي الاهلي، ونفسنا ان شاء الله وهو اكيد متابعنا دلوقتي يعني بسلم عليه من خلالك انك تكونوا موجودين ان شاء الله في بيتكم، ده بيتكم النادي الاهلي طبعا. في اي وقت انت بالنسبه لك شوف وقتك ايه وتشرف النادي الاهلي. وانا سعيد ان انتوا معاكم كابتن ناجي، لان بجد مش مجامله والناس عارفه ان انا ما بجاملش يعني. حبيبي انت والله من احلى الشخصيات، من احلى الشخصيات اللي اتعاملت معاها. حبيبي الوسط بتاعنا رمزي وانت فاهمني كويس. انا عاشرته يعني طبعا ايام المنتخب، حاجه جميله يعني. وبني ادم بوزيتيف، وبني ادم بيحب لما بيحبك بيقولها لك في وشك، ولما بيبقى زعلان منك بيقولها لك في وشك. كابتن ناجي يمكن من الناس اللي ربتني في النادي ومن الناس اللي ربتني في المنتخب، وانا بحبه جدا. وهو بجد فنان يا جماعه، اوعوا تتخدعوا في ان هو البتاع ده فنان جامد قوي. انا يا احمد ما تقفلش، وانت بقى يعني ايه بالدلال اللي يعني اللي ليك او يعني العكس تقول للكابتن احمد يغني لنا حاجه. انا عارف ان صوته حلو والله، بس هو دايما هو يعتذر. انا كنت على طول اقفشه كده في الاوتوبيس. جاي قاعد جنبه كده مدخله جوه في الازاز وازنقه وخليه يغني لحليم حافظ. احمد انت كمان صوتك حلو، اما ممكن حضراتكم انتوا الاثنين تشتركوا في غنوه. لا 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 عشان خاطر يا كابتن والله ما والله صوتك حلو انا عارف، بس نخلص احمد ونتصرف مع بعض. احمد احمد انت نورتنا وشرفتنا حبيبي. وأنا احمد سعيد بوجودك معانا على التليفون، وان شاء الله باذن الله اولا طبعا سلم على بابا جدا جدا جدا، ومنتظرينك ان شاء الله هنا في البيت الكبير مع الكابتن الكبير كابتن صلاح حسني. حبيبي يا رمزي حبيبي، وبالتوفيق. وببوس الكابتن احمد ناجي حبيبي حبيبي، حضن كبير جدا جدا ليك وللكابتن صلاح. النادي الاهلي نادي مبادئ، واحنا بنحبه من غير حاجه. صحيح. كلنا كده احنا متفقين على ان احنا هو نادي، مش نادي اشخاص، هو نادي كيان بجد. احنا بنخش النادي الاهلي ده بنحبه من قلبنا، سواء انت يعني اتعاملت فيه كويس او اتعاملت فيه وحش، انت مجرد ما لبست تيشرت النادي الاهلي في حاجه بتحصل لك. صحيح. في حاجه جواك بتتغير، وبتفضل بيفضل ولائك للنادي الاهلي كبير جدا. اليوم اللي رجعت فيه من اوروبا عشان ارجع للنادي الاهلي كان ولاء مش اكتر من كده. صحيح. كان مش اي حاجه غير حب في النادي. صحيح. ومش حب في افراد، هو حب في النادي الاهلي. فانا النادي الاهلي هيفضل غصب عن اي حد، غصب عن اي حد بيتي، ولانه اختياري، هو اختياري زي جمهور النادي الاهلي. انا بشجع النادي الاهلي زي الجمهور كده بالظبط. صحيح. وبشكركم جدا، وانت رمزي نورتنا يا ابو حميد حبيبي. يعني وبالتوفيق يا حبيبي ان شاء الله. حبيبي يا احمد شكرا شكرا الكابتن فنان والكابتن الكبير احمد صلاح حسني، شكرا جزيلا على وجودك معانا.